سبنتيش بنتي فيها شي رجع فلوسها السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحة جيدة. المهم اليوم اختي جيت بمناسبة الكوزينة اول مرة غادي نطيب فيها، قلت غادي ندير معاكم تصوروا معايا الجو. اختي شو هاد العين؟ راه صبحت هاد العين صبحت غضبانة معرفتش معنا. المهم غادي قلت غادي ندير شي حاجة، ومع هاد البرد وهاد انا تشهيت الفيزا ياكو. انا هاد الفيزا اختي زعما ماشي والله هي ناقلاها من شي يوتيوب ولا هذا، صافي نبقى نعقلها الدار شنو تيديروا فيا. وهذا واحد المره كنت درت معاكم فيديو ولكن ما درتش انا بوحديتي ايام اليوتيوب الاولى، ما درتش انا بوحديتي، كانت مساعده ما عرفتش كان. المهم كنت الفوق ما عرفتش شكون كان معايا بالضبط، ما كانتش واش كانت الوالده ولا كان، ما عقلتش شكون كان معايا بالضبط. مهم درتها انا كنصور معاكم غير المقادير داكشي مطيب لا مسمن لا والو. اليوم اختي جيت غادي نصايبها معاكم. شوفوا درت هنايا ما عرفتش عيني مزيان كما كنقول لكم، ما عرفتش شحال درت هنايا اختي بلا تعلقوا على الصباغه وهذا، المهم حنايا محيدينها بقات الصباع يا اختي ما عرفتش شمال، ولكن راني ماشي نقيه. صافي هنايا غادي نديرو الفين واحد شويه، درت واحد شويه الطحين اختي، غادي نزيد واحد شويه ديال المليحه. وهي انا عاد كنقفرها ها نتوما. صافي الزينه ديالنا مسمن نتوما عارفينها يا اختي، مع البروده وكل شيء برد وكل شيء لكد، معرفتش انا هاد الجو هاد الله يستر العام جا كلشي مقلوب، حتى حاجه ما جات في وقتها عرفتو كلشي لكد مع هاد البروده. صافي غادي نجمع العجينه ونرجع معاكم. شكون بحالي ملي تتعجن بحال هاهي العجينه عرفتو كلشي كنذوقو. المهم هاهي العجينه اختي صعيبه في الباني الصراحه، انا كتغلبني العجينه. المهم هي لي تتغلبني بزاف والله. صافي غادي نديرو اختي واحد شويه ديال الزيت، نديرو هكا غير سمي يكوني بازيكو. صافي دورتي على الزيت، كنسمع الغوص في الزاقة كنتخلع. صافي وغادي نديرها سميكة هكا هكذا في هكذا، نديرها سميكة طبعا نخليها ترتاح. طبعا أنا صبت دابا هي اللولة اللي بقى ترتاح اختي، وندوزو تشوفو الرفيسة ديالي فين تخرج، كون هي الرفيسة حريرة فين تخرج. هي اختي من بعد ما عجنت صافي تديرو لي قسم الله ديال الدجاج، عرفتو راني بوحدي وما عنديش قصبر ومعدنوس وما كاين حتى واحد، كلشي في السوق. حيت انا كندير اختي هادشي اليوم الخميس، باليوم الخميس صافي غندير هاد البصلة هادي، ودرت واحد ثلاثة طريصات ديال التومة هما تا هما يا غادي نقطعهم على هادشي ونرجع معاكم. عرفتو بكاتني ديال البصلة ديال بصح كانت دموع لي كنت مخبية مهبطتو. المهم انا مكن بلاتي خصها بلاتي نحيدو الباني باش نكحز نوريكم انايا شنو غندير فيها. غنديرو مليحة صافي، غنديرو سكين جبير اختي، كيبانلكم كنخوي بزاف راه شويه تيبان ليا انا لتحت. الخرقوم شويه ونمساخن واش كنت تخلعو تسمعو الطوبة في القادوس تنقول صافي هي خرجت ليا اختي بحال بغات تقب القادوس. شوية المساخن اختي بشوي ديرو ليا المنوم المغناطيسي. صافي وغادي ندير اختي الزيت. البنات انا متحمس نطيب بالزيت البلدية معرفتش علاش، المهم نتوما اللي تجي بغا يدير الزيت البلدية يدير
صافي غنجيب 4 كاس بحال هكا صافي، غنحط طاسه تقلب عاد غنزيدو العدس والحلبة ملي نزيدو معاكم. المهم من بعد ما تقلب خصني نضرب شويه ديال العدس وشويه ديال الحلبة، صافي غادي نديرهم وغادي نمرق دابا صافي وغادي نخليه يطيب. واخيرا دبرت على الكزبر المغلي سجا خويا جابهم ليا. المهم هنايا انا طلقت كورت العجينه خليتها عاوتاني تطلق واحد شويه بين ما طابت ليا المريق. المهم اختي دابا كنبدا كندير شويه الزيت في الصينيه ياكو صافي، وكندير هكا وتنشد هذيك الكويره ديالي صافي وكنبدا نقرص بهاد الطريقة هادي. هنا كتجي العجينة مطلوقة هانتوما كتبقى تابعاكم صافي، وخا كتقطع ما فيه مشكلة، تقطع في الطيب وفي الكرش وفي كل شيء صافي. وكنطيب كل وحدة بوحديتها الصراحة، ما كنعرفش ديك الطريقة ديال ديري وحدة فوق وحدة ما كنعرفش فيه صافي. وهذا ما كان الأخوات، خليكم تنكمل الكمية تمشي على الزملاء عفتر. واخا تجي مقطعة ما نقطعهاش حتى كنقص باش يطيبوا لي هاد الشناب هادو وصافي. اختي عفتر اشوف راه البوطه صغيره وكنطيح الارض وكنهبط مع راني مخامر. شوفو مساليت شوفو دابا ولا وجهي هادو هي وصافي. اختي هذا هو المسمن ديالنا عرفتو، تنطيب و تنقطع. المهم بقاو ليا هاد الجوج لاخرين هما لي غنقطعهم معاكم ختي. صافي صافي حدا كيت عرفتو تا ملي تتكوني انا وخا تيشوفني الانسان تيقول راه مرتاحة و زعما نفسيتها مرتاحة، لا خاص ضروري الانسان ينوض. دابا انا بحال هاد التلاتة السوايع لي دوزت فهاد الغدا، المهم كنسى المرض كنسى المشاكل، كتحسي براسك عندك دور في الحياة، كتحسي براسك ماشي غير عاجزة على كلشي فهمتي، كديري بزاف ديال الحوايج باش ما كتمرضيش. وانا حتى اليوتيوب دابا ولا عندي غير هواية فهمتو، انه الربح ما فيش وانتو ما كتشوفو المشاهدة ما طالعش. وليت ولفت لي كومونتير ديال دوك الناس الزوينين اللي كيكومونتي ليا واللي متبعيني وداكشي ولفتهم صافي. وليت كنبقى انا حتى انا كيحفزني هادشي باش نتعلم بزاف ديال الحوايج زعما نطيب نشارك معاكم مواصفات منها انا كنتعلم ومنها كنصور وهكا فهمتوا. كتكوني قدوه كتشجعي الانسان. ايوا هادشي اللي كنتمنى، وكنتمنى شي نهار ان شاء الله نصبح في الطوندوز باش نخلي اجي في الطوندوز انتما شوفوا تبارك الله شفتوا ما شاء الله. مهم دابا غادي نخليكم عرفتو كنضغ المسكه باش يدور لي جوج باش ناكل نيت. دابا غنخليكم غادي نسقي في الطبيصين غادي تشوفوا معايا. مهم كلشي فيديو هانتوما معايا. انا اختي جا واحد الطبيصين رائع. المهم انا ما تنبغيش ناكل بعدي جات على صاحبتي كلات معايا